بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الاعزاء، الصف الحادي عشر علمي، نكمل وحده الكيمياء العضويه. اخذنا فيها الهيدروكربونات الليمفاتيه والاروماتيه وخلصنا الفصل الاول، ثم بدانا في المجموعات الوظيفيه. اخذنا الحصتين اللي قبل عائله من عائلات الكيمياء العضويه بسموها هاليدات الالكيل. قلنا هاليدات الالكيل عباره عن الكانات استبدلنا فيهم احدى ذرات الهيدروجين بذره هالوجين، والهالوجينات موجودة في المجموعة السابعة في الجدول الدوري، فلور كلور بروم يود. بعد هيك تطرقنا للصيغة العامة للهاليدات، وقلنا هاليدات الألكيل صيغتها العامة R X، حيث X الهالوجين، ذرة الهالوجين، و R مجموعة إيش؟ الألكيل. بعد هيك أخذنا تصنيفات لهاليدات الألكيل. قلنا في عندي هاليد ألكيل أولي وثانوي وثالثي، وكله له تعريف وأخذنا أمثلة وأسئلة عليه. بعد هيك تطرقنا لتسمية هاليدات الألكيل واخذنا أمثلة وأسئلة. بعد هيك تطرقنا للخصائص الفيزيائية لهاليدات الألكيل. اليوم أطلب بدنا ناخذ مراجعة اللي بتضم التصنيفات وأسماء المركبات والخصائص الفيزيائية. السؤال الأول بقول لي أكمل الجدول التالي. في عندي ثلاث مركبات بيختلفوا عن بعض، ولاحظوا فيهم إيش؟ كلهم عبارة عن هاليدات إيش؟ ألكيل. هاي بروم وهي ألكيل، هي كلو هي بروم. بقول لي اكمل الجدول، بدي اصنف المركب اللي عنده، بدي اسمي المركبات ايش اللي عنده. بتطلعوا على تصنيف المركب، قلنا تصنيفات هاليدات الالكيل، في عندي هاليد الكيل اول وثاني وثالثي. كيف قلنا نقول؟ اطلع على ذره البروم، ذره البروم هيها، حط خط على ذره الكربون اللي بتحملها، هذا هي، هاي ذره الكربون حددتها اللي بتحمل ايش؟ ذرة ايش؟ الهالوجين اللي هي عند البروم. بكم مجموعة متصلة؟ لاحظوا بمجموعتين، مجموعة مثيل على اليمين ومجموعة مثيل على اليسار. يبقى طالما بمجموعتين الكيل، يبقى هذا بسميه هاليد الكيل ثانوي. يبقى تصنيف المركب هذا هاليد الكيل ثانوي. نيجي للمركب اللي بعده. بدي اصنف المركب اللي بعده. هاي دائما حط ايدك على ذرة الهالوجين وذرة الكربون اللي بتحمل، هاي ذرة الهالوجين اللي هي الكلور، حط ايدك او علم على ذرة الكربون اللي بتحملها. بكم مجموعة متصلة؟ لاحظوا بمجموعة واحدة اللي هي البروبيل الكيل. طالما اتصلت ذرة الكربون اللي بتحمل الهالوجين بمجموعة واحدة الكيل، اذا بسميه ايش؟ هاليد الكيل اولي، هاليد الكيل أولي. نطلع على المركب اللي بعده، برضه بنحط ايدنا على ذرة الكربون اللي بتحمل ايش؟ الهالوجين، هذا هو. لاحظوا بكم مجموعة اتصلت؟ الثلاث مجموعات، هاي مجموعة تنتين ثلاثة، مش تقول لي متماثلات يا استاذ خلص مجموعة واحدة، لا، كلهم مجموعات متماثلات لكن في مواقع مختلفة، هي على اليمين وعلى اليسار وتحت. إذا هذا ايش بسميه؟ هاليد الكيل ثالثي، لما اتصلت ايش؟ بثلاث مجموعات الكيل، هاليد الكيل ثالثي. يبقى هينا خلصنا تصنيفات المركبات اللي عندي، الثلاث مركبات. بدنا نيجي نسمي المركبات اللي هاي الموجودة عندي. كيف نسمي المركب؟ قلنا نعد أطول سلسلة هيدروكربونية، هاي أطول سلسلة كربونية، سواء بدي أعد من اليمين أو اليسار نفس الشيء، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، لاحظوا التفرع على رقم اثنين، هاي بقول واحد اثنين ثلاثة. كيف بدي أسميه المركب هذا؟ على رقم اثنين في تفرع، إيش اسم التفرع اللي عندي؟ بروم، يبقى على رقم اثنين بحط شخطة، اثنين شخطة، إيش اسم هالمجموعة اللي عندي؟ برومو. يبقى المركب هذا اثنين برومو، الثلاث ذرات كربون ايش الالكان الاصلي له؟ بروبان. يبقى المركب اسمه اثنين برومو بروبان. يبقى هاي اول اسم للمركب اللي عندي. عندي المركب الثاني، كيف بدي اسميه؟ بالاقرب للتفرع، اطول سلسله كربونيه، هذا هي من هان، هي السي ال، مش من هان عين. لو بدي اعد من هان واحد اثنين ثلاثه اربعه، رقم اربعه بيجي التفرع، لكن لما عد من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، رقم قديش هذا التفرع؟ دائما بحطه ايش؟ الأقل في العدد. ايش اسمه المركب عندي؟ واحد شخطة كلورو
أربع ذرات كربون. إيش الأربع ذرات كربون عندي؟ البيوتان. يبقى المركب هذا اسمه واحد كلورو بيوتان. نيجي للمركب اللي بعده، اطلعوا عليه، شوفوا المركب اللي بعده من وين بدي ابدأ عيد؟ هاي أول سلسلة كربونية، واحد اثنين ثلاثة. لو بدي ابدأ عيد برضه نفس الإشي، رقم اثنين فيه تفرعين. لو بدي ابدأ عيد واحد اثنين ثلاثة، برضه هاي التفرعين نفس الإشي، ها واحد اثنين ثلاثة. لاحظوا رقم اثنين فيه تفرعين، طب هل التفرعين متشابهين ولا مختلفين؟ مختلفين. كيف بدي اعد التفرعات اللي بتكون مختلفة؟ ترتيب الأبجد بالإنجليزي. هذه مجموعة ايش؟ برومو. هذه ميثيل. مين بسمه في الإنجليزي؟ البي ولا الأم؟ لا البي. يبقى بدي اعد ايش بالبي؟ يبقى بقول المركب هذا اثنين برومو. يبقى هاي بديت اسمي بالبي مش بالمي. شحطة اثنين ميثيل. هاي مجموعة ايش؟ ميثيل. الثلاث ذرات كربون ايش؟ بروبان. يبقى هاي المركب اللي عندي الثالث اسمه اثنين برومو اثنين ميثيل بروبان. السؤال الثاني في عندي اسئله بدنا نجاوب عليها، بقول لي نمره واحد يذوب فلوروميثان وفلوروايثان في الماء، علل ليش الفلوروميثان لما اجيب الفلوروميثان واحطه في الميه بدوب؟ لانه الفلور الوحيد في الهالوجينات اللي بيقدر يكون ترابط ايش؟ هيدروجيني مع الماء او مع الكحول، هو الوحيد اللي بيقدر يكون ترابط ايش؟ هيدروجيني. على عكس الكلور والبروم واليود، ذراتهم هذول ايش؟ بتكونش ترابط ايش؟ هيدروجيني. يبقى هان ليش بذوبوا في الميه؟ بسبب الترابط الهيدروجيني اللي خدتوه الفصل الاول، الترابط الهيدروجيني بين جزيئات الفلوروميثان والفلوروايثان وجزيئات ايش؟ الماء. بقول لي رتب هاليدات، السؤال الثاني رتب هاليدات الالكيل حسب ذائبيتها في ايش؟ الهكسان. كيف بدي ارتبهم حسب الذائبيه في الهكسان؟ بعرف انه الهكسان مركب. ايش الهكسان مركب؟ ايش ماله، قطبي ولا غير قطبي؟ غير قطبي. ولما درست اخر مره قلنا الهاليد الالكيل اللي بعد اربع ذرات كربون دائما بذوب في المذيبات ايش اللي بتشبهها اللي هي الغير قطبيه. لاحظوا عند الايثان ذرتين كربون، البيوتان اربع ذرات، الايثان ذرتين. يبقى مين اول واحد بدوب؟ اول واحد بدوب في الهكسان عند اللي بتكون قلنا من اربع ذرات كربون. يبقى هاي رقم واحد عندي، واحد كلورو بيوتان، اول واحد عندي هو ايش؟ حسب ذائبيته في الهكسان هذا هو نمرة واحد. لاحظوا في عندي فلوروايثان وكلوروايثان، الايثان والايثان ذرتين كربون. طب كيف بدي اميز بينهم؟ مين اللي بدوب لي في الهكسان اول؟ هل الفلورو ولا الكلورو؟ لا بقول الكلورو. ليش؟ لانه الفلورو قلنا ايش ماله؟ تو بدوب في الميه والميه قطبي، لكن الهكسان غير قطبي. ركزوا عليها النقطه هذه مهمه. يبقى الكلوروايثان نمرة اثنين، بعدين بيجي وراه الفلورو إيثان. يبقى هن رتبنا هاليدات الالكيل حسب ذائبيته في الهكسان، قلنا الهكسان غير ايش؟ قطبي. وبهيك بنكون خلصنا درس هاليدات الالكيل. المره الجايه ان شاء الله حندخل في عائله جديده من عائلات المركبات العضويه الا وهي الكحولات.